ايه رأيك دلوقتي يا روح امك؟ ها هتنطق ولا الدود كان لسانك؟ اشتغل عندك خدمته العمر بس ما ترجعليش تاني قدامي. انا ما اقبلكش خدام عندي يا زباله يا جزمه. اشخ والنبي انت ست الناس دي كلها والله والله العظيم انت ست الناس واشتغل اللي انت عايزاه. انا واستاهل ضرب الجزمه اللي انا اعملها باي حاجه عشان تستريح. اشتغل اضرب جزمه العون عشان تستريح. اخرس يا حيوان يا حيوان. انا عندي صداع. خد الزباله ده بره. يلا يا كلب ورف داهيه. هدولي الكلبه الثانيه. تعرفوا كلكم اخرتها ايه؟ ما كانش حد عمل كل اللي عمله ده.